السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل إن شاء الله أصابع رقاقات بالجبنة، والرقاقات نحن حنعملها من هاي الرقاقات الرقيقة اللي بيعملوا منها الكليج. هلأ شو المكونات اللي بدنا نستعملها؟ بدنا الجبنة خالطة، أنا جبنة بلغارية مع جبنة موتزاريلا مبشورة ومخلوطين مع بعضهم بشكل جيد، وعنا حليب وعنا بياض البيض والصويني مدهونين بالزيت. هلأ الحليب ليه؟ الحليب لا استعمله بتش، تخليها تش الورقة تاعت الرقاقات، نخليها ترق تتبلل وتصير طرية. نحط بإيدنا أحسن طرية كلها بهالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بطوية بطوية كتير منيح. هلأ تشكلها، هلأ تشكلها بالحليب، بعدين بحط شوية الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمدهم بشكل إصبع بلفها مثل كأني عم ألف ورق عنب بهالشكل هيك، وبعملها اصبع هيك هيك الاصبع. هيك صار عندي الاصبع الرقات. هلا بحطها هون، نرجع نجيب ورقة تانية والباقيين بسويهم أنا لوحدة. بس هلا هنشوف نحن كيف. خليني أطويها قبل. بسم الله. مش قوي هي لأنها كتير رقيقة. كمان خليني هتش، نحط لها جبنة. نعمل الجبنة هيك أصبع، نتنيها بهالشكل بهالشكل. بسم الله. بعدين بلفها أصبع. كل ورقة بتعني إصبع من الرقاقات جبة. هاي إصبع تاني مثل ما كنتوا شايفين، وهي بهالطريقة بنكمل شغلنا. كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الرقاقات الأصابع خلصت، وهيدي حطيتها طبقة رقاقات، طبقة جبنة وطبقة رقاقات كمان فوقها، والتانية مثلها، وبقي عندي ورقتين عملتهم زعتر. هلا هدول دهنتهم أنا ببياض البيض حتى يعطوا لون أشقر لما بيطلعوا من الفرن. هلا عم أحمي الفرن لدخلهم، وإن شاء الله بس يطلعوا بفرجيكم يوم خالصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الرقاقات أصابع الجبنة خلصناها الحمد لله. حطيتهم بالصويني ربع ساعة بالفرن، فرن حامي، لأن نشفت نشف الحليب اللي أنا نقعتهم فيه. بعدين شلتهم حميت زيت وقليتهم بالزيت، هيك بيكون تشربوا حليب منيح ومي، وبعدين نشفوا وتحمصوا بالمقلي. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وتعملوها وسهله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.